من طرف الدفاع كتبقى عند اللعيبه ايت العريف كيغير اتجاه لليمين. هذه محاوله غتشكل خطوره و يعني باقي محاوله اللي كادت تعطي الهدف لفائده فريق الوداد الرياضي. يعني كيخر هوبري الحكم كيعلن على الخطا وتنبيه شفوي من الحكم. غادي يستفد من الاسعافات الاوليه ايت العريف. دفاع حمله مضاده الالي فادت فريق شباب الريف الحسيمي. تعاد الكره من جديد فادت فريق الوداد. صعبه هذه الكره ولكن الوداد الرياضي سقط كيف ما يتجاوز فعلا تمرير داخل منطقه الجزاء. الحارس باقي الدفاع استخدم ماكاسا محاوله يعني كادت الرياضي وسط اللاعب حسين زيدون. يعني من ابرز شباب الريف الحسيمي. العمليه دائما متواصله محاوله خطيره وكادت طرد اخر يعني الطرد يلازم فريق الوداد ملي كيطرد احد اللاعبين. منطقه الجزاء اللي فادت فريق الوداد الرياضي وصعبه لكن